يقول الشيخ في هذا المتن: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. وهنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أعمال الملائكة ووظائفهم التي وكلها الله عز وجل إليهم وقد قاموا بها. وهذه الوظائف والأعمال كثيرة جدا، فما من ملك إلا وهو يقوم بوظيفة وعمل كلفه الله عز وجل به. ويذكر هنا الشيخ بعض هذه الأعمال، بعض هذه الأعمال التي أسندت إلى الملائكة، فيقول: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. فهذه الوظيفة وهي وظيفة الوحي، والمراد به الوحي إلى الأنبياء والرسل، وهو الوحي الشرعي الذي يقوم به جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذه من يعني أعلى الوظائف التي يقوم بها الملائكة، وهذا دليل على علو منزلة جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. وميكائيل عليه السلام هو الموكل بهذه الوظيفة وله أعوان، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القطرة من السماء لا تنزل إلا في المكان الذي أمر الله عز وجل به، فيضعها الملك الموكل بذلك، وهم من أعوان له ميكائيل. قال: ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. حين الصعق والنشور، وهذه أيضا وظيفة من وظائف الملائكة، وهي وظيفة النفخ في الصور، والذي يقوم بذلك إسرافيل عليه السلام. وقد جاءت النصوص الدالة على ذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام حينما سأله أعرابي ما الصور، قال: قرن ينفخ فيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته وأصغى بسمعه، ينتظر متى يؤمر، ينتظر متى يؤمر. وجاء في حديث أخرى بالتصريح بإسرافيل على أنه هو الذي ينفخ في الصور. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم رؤساء الملائكة، هم رؤساء الملائكة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح في صلاة الليل، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. وأيضا هنا يذكر الشيخ بعض هذه الوظائف، فيقول: ومنهم ملك الموت، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. وهذه أيضا وظيفة من وظائف الملائكة، وهي وظيفة قبض الأرواح المسندة إلى ملك الموت، المسندة إلى ملك الموت. وملك الموت له أيضا أعوان يقومون بهذه الوظيفة عن طريق ما يقوم أو ما أمرهم الله عز وجل به. وملك الموت هنا جاءت في بعض الروايات على أن اسمه عزرائيل، على أن اسمه عزرائيل، وهذه من الروايات الإسرائيلية وهي لا تصح. والأولى أن يسمى ملك الموت كما جاءت بذلك النصوص. وهنا قد يستشكل المسلم فيما يقرأه في القرآن الكريم أن الآيات فيما يتعلق بنسبة قبض الأرواح تارة أو إلى توفي الأنفس، تارة تنسب إلى ملك الموت، وتارة إلى أعوانه، وتارة إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأحيانا إلى ملك الموت، كما في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أحيانا ينسب إلى أعوان ملك الموت، كما في قوله تعالى: تتوفاهم رسلنا. فهنا في هذه الآيات يعني في الجمع بينها، وليس هناك تعارض، فكتاب الله عز وجل يسلم من التعارض والتناقض، بل كل ما كان ظاهره التعارض فقد ذكر العلماء أوجها
في الجمع بينها. فهنا الله يتوفى الأنفس، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت، وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا تتوفاهم توفته رسلنا. فهذه الآيات هنا يكون قبض الروح إنما إلى ملك الموت، ثم إذا قبض هذه الروح تناولها أعوانه من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فهم لا يدعونها في يده طرفة عين. ثم هذا الأمر يحصل بأمر الله عز وجل، وهو الذي أمر بقبض روح عبده سبحانه وتعالى، وهذا هو التوجيه في هذه الآيات. يذكر أيضا الشيخ هنا من هذه الوظائف فيقول ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم ملك الجبال الموكل بها. فالجبال لهم ملك من الملائكة موكل بها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم وحصل منهم ممانعة، بل وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج منهم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الموت، ملك الجبال، ومعه ملك الجبال. فهنا استأذن أو سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل إليك، فسلم عليه ملك الجبال فقال لمحمد عليه الصلاة والسلام إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما جبلان في مكة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلاب آبائهم من يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. ففي هذا الحديث يشير لنا إلى وظيفة هذا الملك الموكل بالجبال. أيضا يقول الشيخ ومنهم مالك خازن النار، ومنهم مالك خازن النار. وقد جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال أيضا الشيخ هنا ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فجاء في الحديث أن الإنسان إذا قبر يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيسألانه هذه الأسئلة الثلاثة عن الرب وعن النبي وعن الدين. قال الشيخ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول الشيخ ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة، وهؤلاء الملائكة الموكلون بأهل الجنة كما في قوله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخر الآية. يقول الشيخ يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه جملة من هذه الوظائف التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لهؤلاء الملائكة، ووظائفهم أيضا كثيرة جدا جاءت بها نصوص الكتاب وصحيح السنة النبوية. يقول الشيخ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وفي هذا الحديث يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى كثرة أعداد الملائكة، وأن أعداد الملائكة كثيرة جدا لا يعلمهم إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في الحديث مما يدل على كثرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذه الحديث وغيرها من النصوص الأخرى تدل على كثرة الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام.
هنا يعني نشير إلى أن هذا الأصل وهو أصل الإيمان بالملائكة معناه يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور، وهو الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم، والأمر الثاني وهو الإيمان بمن عرفنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعرف اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا. وقد عرفنا من هذه الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وغيرها من هذه الأسماء التي جاءت، فنؤمن بها على وجه التفصيل، ونؤمن بمن لم نعرف اسمه بها على وجه الإجمال. أمر الثالث أن نؤمن بما جاءت أو بما صح من صفاتهم، بما صح من صفاتهم سواء الخلقية أو الخلقية. وأيضا من هذه المعاني في الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من وظائفهم، بما علمنا من وظائف، هذا هو معنى الإيمان بالملائكة. وبهذا نكون قد أشرنا وعلقنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل. ننتقل إلى الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو الأصل في الإيمان بالكتب. يقول الشيخ: فصل، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة للعالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. فهذا الفصل يتحدث فيه الشيخ عن اللي هو الإيمان بالأصل الثالث من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ويشير الشيخ هنا رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان بالكتب واجب وركن من أركان الإيمان، وعلى أن هذه الكتب إنما أنزلها الله عز وجل لغاية عظيمة. هذه الغاية تكون إما تبيين وبرهان على الناس وحجة عليهم، أي أن هذه الكتب هي برهان وحجة على الناس، فإذا وصلتهم هذه الكتب كانت حجة لله عز وجل على عباده في ذلك، ومحجة للعاملين أي طريق ومنهج يسيرون عليه، طريق ومنهج يسيرون عليه، يعلمونهم بها أي الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون أقوامهم بهذه الكتب الحكمة ويزكونهم، يعلمونهم الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ويعلمونهم هنا الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على عباده في هذه الكتب، ويزكونهم أي يطهرونهم، وهذا التطهير إنما يكون بترك ما لم يأذن به الله عز وجل ويأمر به، وامتثال ما أمر الله عز وجل به، ما أمر الله عز وجل به. يقول الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. في هذا أو في هذه الجزئية يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن كل رسول من الرسل أنزل الله عز وجل معه كتاب، وكما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا هنا كما استدل الشيخ بهذه الآية الكريمة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب، فكل رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم من الأقوام يكون معه كتابا يكون فيه الشريعة التي يريد الله عز وجل من هؤلاء الأقوام الامتثال والسير عليها. يقول الشيخ: ونعلم من هذه الكتب، إذن هذه الكتب أيضا تكون كثيرة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أعدادهم كثير، قد جاء في بعض النصوص أو في بعض الأحاديث أن عدتهم 124,000، الرسل منهم 300 وبضع. فهذا دليل على أن الرسائل والشرائع أيضا كثيرة، ولكن ما نعلم من هذه الكتب
إلا القليل، إلا إيش؟ القليل. وذكر الشيخ من هذه الكتب التي نعلمها، فقال: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وهذا الكتاب هو التوراة، ومعنى التوراة الشريعة أو الناموس. وهذا الكتاب كما أشار الشيخ أنه الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم ويعني أعلى منزلة في كتب بني إسرائيل، في كتب بني إسرائيل.